لما علا كلمتني وقالت لي بص المدرسة عمل حادثة وآدم في المستشفى تعالى بسرعة ما قلقتش، مع إن الدكتور كان قايل لي إن الحالة خطيرة، بس بصراحة أنا مطمن. الصبح وأنا بوصل آدم للباص قام حضني حضن جامد أوي وقال لي جملة غريبة، قال لي بابا تعرف إن أنا مش بحس إن أنا غير وأنا في حضنك؟ أنا استغربت الجملة جدا معرفتش أرد، أنت حضنه أكتر. أنت كان عندك حق على فكرة، كلامك كان صح، إحنا النهاردة بقينا نحتاج لعيالنا أكتر ما هما بيحتاجوا لنا. إحساس الأبوة ده رهيب، هو ده اللي بيخليني حاسس بقيمتي في الحياة. آدم عنده نهائي البطولة كمان يومين، وأنا أصلاً بقى إمبارح حلمت إن هو كسب، مع إن كان بقالي فترة طويلة ما حلمتش بيه، عشان كده أنا مطمن وحاسس إنه هيبقى كويس إن شاء الله. ربنا يطمنك عليه. امين يا رب يا حي، ويطمنك على وليد يا رب. امين جميعا يا رب. تخيل انا كده وضحت لك بسرعه انا ليه طلبت منك تدخلني المستشفى بالطريقه دي. عارف لو الوقت غير الوقت كنت سالتك اسئله كتير، بس انا عارف الظرف صعب. بنتك اسمها ايه؟ جودي. جودي؟ ايوه جودي. للاسف كسر مضاعف في مفصل الحوض وحاليا بتعمل لها العمليه. يا حبيبتي يا بنتي. طب قول لي انا اشكر ربنا، اشكر ربنا يا سيد، في حالات اصعب من حاله بنتك بكتير، الحادثه كبيره. اشكر ربنا. ينفع اشوفها؟ استنى معانا شويه. انا ما ينفعش اظهر قدام اهالي الولاد. أنا ما كنتش متخيل إن ممكن أتحط في الموقف ده. أرجوك إديني حل. بص يا سيد الوضع يا دكتور محتاجين حضرتك ضروري. أنا إذنك يا سيد اتفضل. بخير يا شريف. ما تقلقوش كلهم كويسين بس نايمين. هو مين اللي كان محتاج دم؟ رجب. ابني. والنبي تقول لي ماله ابني؟ هو كويس، هو بس كان محتاج نقل دم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. طمنيني في الرجب. جوه يا حاج ونقلوا له دم ومش عايزين يدخلوا ده لغايه دلوقتي. ابني يا ناس. يا رياض. لو سمحت ابني اسمه كريم، شفتوش؟ بس في حد لك حاجه؟ بيعمل عمليه جوه. عمليه ايه؟ مش عارفه. يعني مش عارفه انت بتهرجي؟ استاذ شوقي فين مدير المستشفى؟ هطلبه لحضرتك حالا. قولي انا عايزه بسرعه. بس هو بيمر على الحالات. بسرعه بقول لك. حاضر حاضر اتفضل. يوه حتى المرض في وسايط. استغفر الله العظيم يا رب. حضرتك متأفف كده ليه؟ جايناك في حاجة؟ في ايه يا ابني؟ مالك بس؟ الأستاذ بيستغفر في وشنا مش عارفين عملنا له ايه.
يعني مش طريقة دي كفاية حارف الأعصاب اللي احنا فيها. أم وقلقانة واحدة وخايفة على ابنها، إيه يا أخي إيه؟ يعني مش كل دول أمهات خايفين على عيالهم؟ بس مش بالطريقة دي. والله بقى لو مش عاجبك يمشي، ليه حرقة الدم اللي احنا فيها دي؟ أنت إزاي بتكلمني بالطريقة دي؟ نعم أنا أتكلم زي ما أنا عايز وأنت تسمعني. ما أنا بكلمك بهدوء بقول لك يا شيخ اعمل اعتبار للسبحة اللي في ايدك. يا اخي اعمل انت اعتبار للظرف اللي احنا فيه وبلاش تنظير بقى. استغفر الله العظيم. على فكرة لما كريم يقوم بالسلامة هنقله من المدرسة. احنا جون بقى بتهرج. والله لا الظرف ولا المكان يسمح لحضرتك انك تعمل كده. معلش يعني راعي ظروف كل واحد فينا. انا مقدر قلقك. بس بلاش نحتض على بعض. كل واحد فينا اللي مكفيه. كلنا جوانا خوف وقلق. يا ريت يا جماعه نستوعب بعض كلنا، يا ريت. حضرتك بقى المحامي بتاعه؟ شوف اهو حضرتك اهو بتسخر من كلام. واضح قوي ان انت مش مقدر الموقف اللي احنا فيه. ان شاء الله ربنا يطمنك على ابنك. ويطمنا جميعا على اولادنا. اصل الاستاذ اطمن جاب واسطه وقابل مدير المستشفى وطمنه على ابنه، علشان كده مش حاسس خالص باللي احنا فيه. قلت لي بقى. وتقول لي احترم السبحة يا اخي. احترم انت نفسك يا كذاب يا منافق. لا ده تخلص خالص بقى عشان يا جماعه ليه؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ اللي بيحصل ده بسببكم. عشان لو في حد بيخرج يطمنا ويقول لنا في ايه ما كانش حصل لنا اللي احنا فيه دلوقتي. دي حاله الدم دي. انا عاوز اطمنكم. الحالات اللي جوه كلها وضعها مستقر الى حد كبير. يعني ايه الى حد كبير؟ يعني الولاد كلهم نتيجه الحادثه جالهم ارتجاج في المخ. احمدوا ربنا انهم خرجوا منها على خير. ده وضع طبيعي بالنسبه لحادثه كبيره زي دي. يا حاجه بقول لك اسكتي. في تقرير مبدئي لكل حاله هطلعكم عليه. وانا طبعا مقدر الحاله اللي انتوا فيها. وعشان كده هسمح لكم بالدخول شخص واحد بس من عيله كل حاله. يدخل يطمن على ابنه او بنته لمده نص دقيقه بس. ولو سمعتوا من فضلكم مش هوصيكم التزموا الهدوء. اللهم يا نسألك رد القضاء ولك يا نسألك رد فيه. اللهم يا نسألك رد القضاء ولك يا نسألك رد فيه. اللهم يا نسألك رد القضاء ولك يا نسألك رد فيه. ده الاي بي جي بتاع سرير 3. اوكي. احنا هنكرر الدبروفان هنا ولا لا؟ لما يجي دكتور. تمام. عاوز تفشل للتيوب. رجب فين؟ ابني يا ابني. اهدي شويه الصوت لو سمحتي. حاضر بس قولي هو فين. رجب اتفضلي معاها. اتفضلي. حضرتك ابنك يبقى مين؟ وليد. وليد تالت سرير. طب وعبد الله؟ عبد الله؟ اتفضلي. ماما الدين فين؟ انا ماما. اتفضلي حضرتك. لو سمحت. كريم عيسى. تاني سرير على الشمال. يوسف. يوسف شريف. آخر سرير على اليمين. يا حبيبي. سلم لك يا حبيبي. يا ريت كنت أنا. راجل. عملت لك الأكل اللي بتحبه. هم بقى اخوتك مستنيينك. مش عارف اخدك في حضني يا حبيب ماما. هو دراعه باله دكتور.
شرخ بسيط. هو يعني كده هيفضل نايم كده على طول ولا ايه؟ الدكتور ادم هيجي ويطمنه. يا رب يا جرح بسيط 10 غرز بس سطحي. الحمد لله انها جت على قد كده. حضرتك هي احسن حاله جت فيهم. هي جت فايقه بس الدكتور اداها المهدئ ونيمها. ليه زين؟ زين هي مش حاسه بحضرتك. زين يا حبيبي هي بتتحرك. حبيبتي ردي عليا يا ماما وقولي لي ايه اللي حصل لك. زين ردي عليا يا ماما، ردي عليا يا حبيبتي.